الشخصي اللي عنده علاقة خاصة بالجمهور التونسي، وبش يكون في لقاء خاص جدا في إطار أعرق المهرجانات العربية. نحكيه على مهرجان قرطاج الدولي يوم 27 جويلية. سعيدة جدا أن يكون حاضر معنا مباشرة من بريطانيا الفنان حمزة نمرة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أهلا بكم وفرصة سعيدة وكل المستمعين في تونس الجميلة. شكرا لقبولك الدعوة. سعيدة جدا بأنك تكون حاضر للإذاعة الوطنية التونسية، أقدم الإذاعات، عمرها 85 سنة. مهم جدا أنه تكون حاضر في الإذاعة الأقدم وفي المهرجان الأعرق. طبعا ده شرف كبير ليا، وده يعتبر كمان أول مرة يعني أكون على مسرح قرطاج في مهرجان قرطاج، وده يعني شرف كبير ليا، وأتمنى إن شاء الله تكون حفلة جميلة والجمهور يعني يسعد بالسهرة دي ونغني الأغاني اللي حبوها إن شاء الله، وما تكونش آخر مرة طبعا، لأنه أكيد أنا بقدر جدا الجمهور التونسي وحقيقي جمهور ذواق، ويعني أحب دايما أكون أقابله في الحفلات. الفنان حمزة نمرة، وقت اللي نحكيه على علاقتك بالجمهور التونسي كما قلت في التقديم، هي علاقة خاصة لأنه جات الفرصة في إطار برنامج ريميكس بالعربي أنك تكون حاضر في شوارع تونس مع التوانسة في الشارع، أديت الأغاني وبحثت في عديد الأغاني، فبالتالي فما اطلاع على الثقافة وعلى الموروث الموسيقي التونسي، هذا يقربك أكثر للجمهور وطبيعة الجمهور كذلك. صحيح، وطبعا يعني لازم أذكر أن تونس مليئة بالطبوع الموسيقية المختلفة، وفيها حقيقة يعني موسيقى ثرية جدا ومنوعة جدا، وما يكفيهاش حتى يعني برنامج أو حلقتين أو ثلاثة، يعني فيها أكتر من كده بكتير طبعا. يعني فانتهزت الفرصة في البرنامج ريميكس، وعملت يعني ممكن يكون 3 أو 4 محاولات وتجارب مع أغاني فولكلور وأغاني شعبية وأغاني مألوف كذلك. مألوف مضبوط. والحقيقة يعني استمتعت جدا بالتيونز التونسية، وأتمنى إن شاء الله أكون قدمت يعني رؤية مختلفة أو يكون فيها إضافة للفن العريق ده، وأتمنى أكرر التجربة، لأن فعلا يعني تجربة ثرية جدا جدا، وإن شاء الله يعني نقدم الأغاني دي كمان على مسرح قرطاج إن شاء الله. مسرح قرطاج الأثري عنده قيمة وهيبة كذلك، مش أي عرض نجم يلقى استحسان وقبول عند الجمهور، ياما فنانين كان عندهم صيت كبير لكن المباشر خلى العلاقة ممكن تتراجع شوية. المهم جدا وأنه حمزة نمرة نجم نصنفوه من الفنانين اللي ما اختارش الطريق السهل، كان طريقه صعب لأنه مستوى الأغاني، المواضيع المطروحة، الالتزام اللي نلقاه، والبحث في الموسيقى تقريبا وكأنك في مكانك الطبيعي. أكيد طبعا، وده يعني حقيقي شرف لي، ويعني الواحد بيستعد بيجتهد أحسن ما يكون أنه يقدم الفن بتاعه بأفضل صورة للجمهور. زي ما حضرتك قلتي المهرجان قرطاج مهرجان عريق ومهم جدا، ويمكن أن يكون مخيف للفنانين أن هو يقف على المسرح ويقدم الفن بتاعه بأحسن ما يكون، لكن هو في نفس الوقت فرصة كبيرة للجمهور أن أنا أقابل الجمهور ويتعرف على الأغاني بتاعتي الأوريجينال كمان، وأقدر أشوفه ويشوفني على يعني لايف كده ويتفاعل معايا، وأنا يعني إن شاء الله متفائل أكون عند حسن الظن ونقدم يعني سهرة جميلة وفن يعني يحترم العقول إن شاء الله. أنا نعرفك أنك متكتم دائما في مستوى الأعمال، التحضيرات، الاستعدادات، تبعت ونشوف تقريبا حواراتك الكل، لكن أنا باش ندلل عليك بالتونسي، نعرف تتصور تفهم هالكلمة، أعطينا ملامح السهرة،
كيفاش باش تكون؟ هل البرنامج باش يكون بين القديم من انسان الى البوم رايق؟ هل باش تركز اكثر ممكن على الاعمال القديمه اللي يعرفوها الجمهور وحفظوها، في نفس الوقت من التجربه المهمه جدا، التجربه العربيه الموروثه، العربي الموسيقي؟ هل فما اغاني خاصه زاده باش تكون من نجموش ومن معناه هذيا تقريبا انا شكي، وانت اكدهولي ولا انفيهولي انه باش تكون ثم اغنيه لفلسطين؟ طبعا انا يعني طبعا الاجابه الاكثر من شق، الشق الاول انه اكيد هيكون عندي من الالبومات بتاعتي، الاغاني الاوريجينال بتاعتي ان شاء الله، من الالبومات القديمه والالبوم الاخير اللي نزل في الصيف اللي فات، ويعني هيكون اغاني منوعه ان شاء الله، بالاضافه طبعا للاغاني اللي عملتها في ريميكس الخاصه بالموروث التونسي والاغاني التونسيه طبعا، وده حاجه اسعد بيها جدا ان انا اغنيها قصاد الجمهور التونسي. وبالنسبه لاغاني فلسطين، انا يعني طول عمري في الريبرتوار بتاعي من كل في كل حفلاتي حول العالم لازم يكون عندي اغنيه او اغنيتين ثابتين من يعني اغاني فلسطينيه، سواء من الفولكلور الفلسطيني او اغنيه خاصه لفلسطين. ف يعني وده حاجه بالنسبه لي مبدا عندي، ان هو الواحد لازم يفضل متذكر دايما القضيه الفلسطينيه والهويه الفلسطينيه من التراث الفلسطيني كمان. فبالتاكيد هيكون عندي يمكن اكثر من اغنيه كمان ان شاء الله نغنيهم على المسرح قرطاج ان شاء الله. انا باش نختم بالسؤال هذا في مستوى مهرجان قرطاج، اما مهم جدا كذلك لانه عندك جولتك العربيه باش نحكيوا عليه. اما السؤال الاخير فيما يخص قرطاج، ونتمنى انك تعطيني تصريح هكا ينجم يكون سكوب على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، هل باش يكون ثم استضافات على ركح مهرجان قرطاج في حفل حمزه نميره؟ نعرفوك تخدم بالمجموعة وعندك يعني فرق ومجموعات سواء مصرية مغربية تونسية خدمت معاهم، هل باش يكون فما استضافات؟ والله يعني الفكرة طبعا مطروحة للتنفيذ، لكن ضيق الوقت شوية لأن أنا حاليا شغال على بعض الأغاني السينجلز في الفترة القادمة، فالوقت انا يعني اشعر ان هو مش مسعفني ان انا اقدر اعمل يعني تعاونات مع فرق مختلفه، لكن بتاكيد هيكون في الطابع او الطعم التونسي موجود في بعض الاغاني، وده طبعا باستخدام الايقاعات وباستخدام يعني بعض الالات. فان شاء الله مش عايز يعني اقول احرق اي مفاجآت، لكن ان شاء الله يكون سهره مميزه وفيها افكار كتير، وفي فقره اسمها لعبه الالحان ان شاء الله تعجبكم، يعني مش عايز احرق اكتر من كده يعني. به التجربه العربيه والتراث العربي كيفاش اثر على الانتاجات الجديده من البوم راي الى حدود معناها انت قاعد تحضر تو في اغاني، هل فما في مستوى الألحان وانت تلحن أغانيك، هل فما ممكن مقامات إيقاعات قاعدة توظف فيها؟ يعني أكيد بأكل الثراء وتراكم التجربة يخرج بعد في التنفيذ في الموسيقى وفي اللحن. 100% 100% طبعا، يعني استفدت كتير من البرنامج الميكس، وخاصة الفن اللي انا قدمته من الموروث التونسي والموسيقى التونسيه والايقاعات التونسيه والمقامات الالحان الموسيقيه يعني. لكن يعني اكيد بيبقى في يعني كل فنان بيبقى له نوع من اللي بيسموه فيوجن او المزيج، يعني هو بيثري المكتبه بتاعته وفي نفس الوقت بيخلط اللي هو بيقدمه من واللي اتعلمه من خبرات مع كمان الروح بتاعته والنمط اللي هو بيقدمه او اللي بيسموها البيرسونا او الشخصيه الفنيه اللي هو بيقدمها. فبالتاكيد اثر عليا وبان في بعض الاغاني كمان انه انا سامع الاغنيه، يعني الاغنيه دي كان فيها انفلونس من بعض الاغنيات اللي انا حبيتها من تونس وهكذا يعني. فبالعكس ده حاجه تشرفني جدا، ولا ازال كمان يعني من حين لاخر لازم اسمع كل جديد
من تونس سواء جديد او حتى قديم يعني. حمزة نميرة، اخترت دائما في اغانيك، انا الحقيقه نحب نصنفك، ما نلقاش وين نصنفك، مواضيعك انسانيه، ما نجموش نقولوا فما التزام، فما هو ملتزم، لكن فماش قضيه واحده، تلقى عديد القضايا في بعض الاحيان تغني لمواضيع يوميه عن الهم المواطن العربي وين ما كان. وقت اللي نسمعه فاضي شويه تقريبا في تونس في مصر في فلسطين، اكيد المواطن والانسان في بعض الاحيان في عديد الاحيان يحتاج الى الراحه النفسيه. وقت اللي تحكي راي نجم نحطوه، معني ماهوش محدد بزمن ممكن او مكان معين، اختيارك للمواضيع وين النجم نصنفوك، انت تصنف روحك؟ صحيح، هو انا يعني ما اقدرش ان انا اصنف نفسي او الموسيقى اللي انا بقدمها، هي يعني مشاعر داخليه انا بشعر بيها او اللي حواليا بيشعروا بيها وانا بنقلها بشكل او باخر بطريقه فنيه شويه. لو 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 حاولنا نحط تصنيفه، وفعلا زي ما حضرتك بتقولي هو فن بيعتني بالمشاعر الإنسانية والأفكار الإنسانية اللي هي أعم وأشمل وأكبر، وجواها يعني مواضيع كتير، من المواضيع العاطفية للمواضيع الاجتماعية للوطنية لا لا لا. فأنا واخد يعني زي ما بيقولوا المساحة الأوسع، وهي أصعب بالتأكيد، يعني أصعب إن أنت تختار المواضيع اللي هي العامة وإزاي تصيغها بشكل فني ويكون شكل فني حلو الناس تسمعه وتستطيبه وتقتنع بيه وتحبه. هنا الصعوبة، وأنا مش أول واحد يعمل كده طبعا، سبقني عمالقة واحد بيمشي ورا نهجهم. هذا هو، أنا مش نسألك يعني المدارس اللي تسمعها تكونت عليها حمزة النميرة الموسيقية. نعم بالتأكيد سيد درويش يعني أثر فيها جدا جدا، وأنا يعتبر من المدرسة بتاعته، وكذلك الحاج أحمد منيب المصري النوبي الله يرحمه، وغيره كتير يعني طبعا من الفن القديم والفن الجديد، لكن هم المعنيين أكتر بالفن اللي هو يكون له قيمة ويكون له اهتمام أكتر ب الإنسانيات والمشاعر الإنسانية. ف يعني ده اللي أنا أقدر أوصف نفسي بيه، مش عايز يعني أكبر المواضيع قوي، أنا في الآخر بعمل مزيكا أنا بحبها، وأتمنى إنه الناس تلقى نفس الحب ده وتحب الأغاني دي كمان، وده يكون منتهى سعادتي يعني. أنت حاليا في جولة فنية، بديت في المغرب في مهرجان مهم اللي هو يهتم بالموسيقى تيميتار، اللي هي كلمة أمازيغية، ونعرفوا أنه شمال إفريقيا عندها الموروث الموسيقي الأمازيغي. كنت حاضر في المغرب ثم تونس، باش نمشي لمهرجان العالمين في مصر ان شاء الله يوم 16 اوت، وباش يكون معاك مسار اجباري اللي الجمهور التونسي معناها يعرفوا بالكدي، وحضر مسار اجباري في عديد الحفلات في تونس، وسعاد ماسي كذلك ما بعديش على شمال افريقيا وعلى تقريبا زيدا نجم نقولوا انه نفس التمشي نفس المشروع الفني. هو طبعا يعني مسار اجباري هم اخواتي، ويعني احنا اصدقاء من زمان، احنا يمكن يعني ريبيت موسيقيا مع يعني كذا عضو من اعضاء الفرقه، فيعني زي ما حضرتك بتقولي هو يعتبر مشروع واحد واتجاه واحد يعني زي ما بيقولوا. وبس انا احب ازود برضو انه المفروض عندي كمان في مهرجان جرش في الاردن يوم 29 ان شاء الله. 29 اوت ولا جويليا؟ جويليا جويليا اوكي هو اي مو خاطر احنا عندنا فرق في التسميات الاشهر. صحيح. فان شاء الله تكون جوله موفقه، ويعني القى الجمهور من كل الوطن العربي بكل خير، وانا يعني ما تتصوروش سعادتي وتحمسي
لقاء الجمهور التونسي في مهرجان قرطاج وكذلك في مهرجان صفاقة يوم 10 أغسطس إن شاء الله. يوم 10 أوت إن شاء الله باش تكون في حفلة لصفاقس، مهرجان صفاقس الدولي. مظبوط يا فندم. فيعني سعيد جدا جدا بالمشاركة دي، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة وتكون الزيارات تتكرر، والجمهور أهم حاجة، أهم حاجة إنه ينبسط وتكون سهرات جميلة له إن شاء الله. أكيد باش تكون متعة. والحقيقة جمهور قرطاج للي يعرفوا واللي تبعوا هو جمهور من أحلى الجماهير اللي تحضر وتسمع وتغني وتكون متفاعلة دائما مع الفنانين. نتمنى لك نجاح السهرة، إن شاء الله نسمعوا أحلى الأغاني ونستمتعوا ويكون ثم تبادل للمتعة الموسيقية. كل الشكر ليك الفنان حمزة النميرة، نشوفوك في عروض أخرى في حفلات أخرى. نذكروا أنه في قرطاج 27 جويلية، واللي ما يخلطش باش يكون في قرطاج في صفاقس بالنسبة لأهالينا في الجنوب التونسي، يكون في عاصمة الجنوب صفاقس يوم 10 أوت. كل التوفيق. كلمة أخيرة نخليها لك للجمهور التونسي. مستنيكم، ما تتأخروش إن شاء الله وتكون حفلة جميلة. و لو حابين تسمعوا أغاني معينة ابعتوا لي على يعني البلاتفورمز بتاعتي سواء انستغرام او فيسبوك، انا يعني هسجل هقرا كل حاجه وان شاء الله نغني كل الاغاني اللي بتحبوها، وان شاء الله سهرات جميله باذن الله. واشوفكم على خير. شكرا لك. احنا تحيات الجمهور والفريق، وعنا زميلنا الاخراج الاذاعي مروان دريد اللي هو من معجبين الموسيقى متاعك فيقدم لك التحيه. لينا الشرف. تسلمي تسلمي والله، شكرا جدا على الاستضافه والله. شكرا لك. الى اللقاء. شكرا، مع السلامه.